السلام عليكم الخوت، كما كتشوفوا وصلنا للمعرض، اكبر معرض للفلاحه، اكبر معرض دولي للفلاحه في المغرب، منظمينه بمدينه مكناس. الله يبارك راس القرعه، المعرض عفوا الرعاه، قلنا غيكون خاوي زعما نصورو ندير لكم واحد الفلوق زوين. ساعه طيله اخي العامر كما كتشوفوا القادي المعرض ان شاء الله الرحمن الرحيم غيبقى حتى نهار الاحد. بالنسبه اللي ما جاش البارح ما جاش اليوم، المعرض غيبقى ان شاء الله الرحمن الرحيم حتى نهار. لا لا سيدي غنصدر الجمعه، سيدي غنصدر الجمعه. درت واحد الدويره خفيفه خويا عثمان، بغيت نشوف المدن المغربيه اللي مشاركه بقوه في هذا المعرض. لقيتها لقيت الخميسات، لقيت بن صالح، تارودان باش من المشاركين مشاركين بالبقر الحالوب تقريبا شي 15 وتبارك الله اللهم بارك. بالنسبه ل حي الكسابه فين ما كانوا فين ما كانوا، تحياتي لك تبارك الله. الله يبارك الله يبارك الضب يبارك. هذا الابيض الازرق، ابيض الازرق البلجيكي 30 شهر. الله يبارك مواصر ولاد صالح، مواصر ولاد صالح 30 شهر. الله يبارك كما كتشوف هذا راه الكام ديال معلقة البلاكة الرشبة الأولى الإخوان كتشوفوها هي. الله يبارك هذا المرقد ديالو نواصر ولاد صالح. الله يبارك كما كتشوفوا الأبيض الأزرق البلجيكي. الأصل ديالو من بلجيكا خويا، الأصل ديالو بلجيكا. الله يبارك كما كتشوفوا شوف الدومة هنا البروميانا. الله يبارك كما كتشوفوا السلالة البلجيكية دول. الله يبارك ولاد صالح هذا كازا بابا هذيك علاش عطينا بروميانا. هنا الله يبارك هولشتاين، هولشتاين مدينة القنيطرة. نشوفوا المشاركة ديال مدينة القنيطرة. الله يبارك هانتوما كتشوفوا كاين تاريخ للزياد المنطقة رقم الترتيب. الله يبارك واش من السلالة. الله يبارك كنشوفوا السلالة المستوى ديالهم كيدير. الله يبارك يبارك السلالة ديال البلجيكي. الله يبارك الله يبارك اللهم بارك. الله يبارك بلجيكي متأكدة ياك؟ لا راح كنعرف فيهم. الله يبارك السلالة ديال البلجيكي كما كتسمعوا. الله يبارك الله يبارك. السلام عليكم خويا مزيان سامارش وهذاك الله ينورك. بعض المعلومات على هذا البقر الحالوب، اش من جمعية اش من مدينة شحال عندها؟ الله مرحبا ماشي مشكل دوي عفوي. مرحبا هادو دابا نسوق ما تابعينش لك ياك، واخا هادو دابا كيشاركوا بهم ياك؟ كيشاركوا بهم. حنايا جايبين هنا عندنا جمعية ديال الباز. ديال الباز؟ شحال من بياسة جبتو؟ 10 10. كيفاش كتشاركوا بهم؟ كيفاش كيدخلوا دوك 10 واش كيعزلوا منهم وحده ولا؟ لا كيشاركوا كاملين والحكام اللي كيكونوا على حساب
الحكم الدولي هو اللي كيختار. هو كيختار على حسب لا فورم ديال تشارك باش ما بغيتي ياك العدد اللي بغيتي تشارك به. اللي بغيتي كتشارك به. قلتي شنو الجمعيه هذه اللي عندكم؟ الجمعيه الجهويه لمربي الابقار مع الباز. مع الباز من احد السوالم برنوسه هنا قريبه لينا. الله يسهل لك الامور. تحياتي لك خويا. الله ينورك. كاين هاد الاصناف هادو شوما الله يبارك. بالنسبه لهذا اللي كتشوفوا هو هنايا هنا البانو ديال السلالة الابيض الازرق البلجيكي الله يبارك الجنس ذكر كما كتشبير واخا ما كتبانش مزيان هنايا. هنا دايرين حتى اسم الكساب الفرصه محمد والاقليم سيدي بنور خلينا نشوف دابا النور ديال الرقم ديال الحيوان هو الفوغان كما كيبان. اي بارك سيدي بنور هذا عندنا هذا الله يبارك كما كتشوفوا هنايا بالنسبه لهذا الخوت هنايا واخا واحد خلد ما كتبانش مزيان هذه ولكن مليوه عليكم السلاله البيض الابيض الازرق البلجيكا البلجيكي الجنس ذكر العمر 19 شهر كاتب لنا وديري حتى اسم الكساب العباس ياسين خلينا سيدي بنور هادو دابا دايرين اخويا الاول الثاني الثالث سمعتك هنا دايرين هادو دابا الصنف ديالهم مصنفينهم ولا؟ لا مصنفينهم في اي حاجه مصنفين هادو مشاركين تاهما؟ مشاركين يعني كلهم وزن واحد الله يبارك كما سمعتم هذا الاخ هذا كاملين عندهم وزن واحد كاملين عندهم وزن واحد الوزن تقريبا هذا فيه 17 هنايا وهذا اللي هنايا اللي غادي نشوف فيه 18 هادو ما كاتبينش هنايا هذا مات سيدي بنور كذلك هذا مات سيدي بنور تحياتي للناس ديال سيدي بنور الله يبارك السرعة ديال سيدي بنور كما كتشوفوها هناك باقي واحد باقي واحد الكمية الله يبارك هادو دابا شاركتو بهم ياك اخو ماشي البيع ماشي لا لا شاركتو بهم كما سمعتو خويا واش دراسك يبارك دائما مع مواصل ولاد صالح هذا شمن السلالة هذا؟ فلون ديال فرنسا هذاك سلالة ديال فرنسا يبارك هذا تاهو اللي حدا ياك بجوج شارون ياك شارون شارون طيب الشاروني سؤال الشاروني فرنسا الجارك هذا ولا هذاك الاولاني هو اللي مليه لا صورت واحد الاولاني بزاف على حساب لا راس بابا
كيما كتشوفوا هذا هو مكلاسي برومي في هذا لاراس هذا هنا هنا كاين اللجنة أولياء التصنيف الأول والهدية غيختموها لنا أعضاء مجلس الإداري بجوج واحد يسمعوا واحد يسمعوا الله يخليكم على حساب الرتبة السيد الله يخليك ها أنتم ها بالصحة والراحة راك ربحتي معنا إلا فقير مهنة راه عندنا واحد المنتوج ديال ماي انوك هي علامه مسجله ماي انوك علامه مسجله ريفيرونسي عندنا هاد السلاله هادي ديال ليموزين كما كتشوفوا ليموزين مبارك اوتوماتيك الطابلو هنا راه كيبان مزيان دايرين هنا الرقم ديال الحيوان الفوقاني السلاله ليموزين الجنس ذكر ودايرين العمر 31 شهر الوزن ما دايرينوش دايرين اسم الكساب اللي هو الشرعي عبد الوهاب تحياتي ليه من هذا المنبر والاقليم الجديده الله يبارك هنايا عندنا هنايا هذا كما كتشوفوا هذا السلالة الشعر كما كتشوفوا ذكر هنا 36 شهر دير الاسم الكساب وسيدي بنور تحياتي للناس والكسابة ديال سيدي بنور الله يبارك الصراحة ديال الله هنا سيدي بنور حاضرة بقوة في هذا المعرض هذا معاك عندنا هذا ليموزين اللي شدينا هنا الأبيض الأزرق البلجيكي الأبيض الأزرق البلجيكي راهي بالك هذا بيمونتيز اسم الكساب الله يرحمه ويوسع عليه المرحوم وزير ديري العمر 24 شهر 3 طن 500 هذا 3 طن و 100 ديري الرقم ديال الحيوان السلاله ديالو كما كتشوف الله يبارك هي ها هنايا معنا مرحومة فوزية عندها جوج عندها هذا عندها هذا العجل هذا شنو هو الله يبارك ليمونتيز 24 شهر سيري كيف ديما الفوق هذا الحيوان سيري الحيوان كاتبين الفوق عندنا هذا كوبراك الله يبارك كوبراك بالنسبة للعمر 48 شهر الاسم بوحديدي محمد الله يبارك هذا من مكناس تحياتي للناس ديال مكناس الله يبارك كيف كتشوف هنا خدينا بعض المعلومات على هاد العجول اللي كاينين هنايا العمر ديالها والسيري كما شفتوا والسلالة واش من منطقة كاينة كتشوف الله يبارك عندنا هذا تا هو عندنا الابيض الازرق البلجيكي السلالة البلجيكية 30 شهر بحال هذا وصل اولاد صالح هذا بروميان هذا بروميان الاول دالعين الراس منين لا هذا هو الاولاني هو الاول راه تشوف سير من اللي صورهم تاو دايرين تاو دايرين لي لواحد هذا اللي داير لي لواحد تاو اللي داير لي لواحد خصني في اللون الله يبارك كما كتشوفوا السلالة البلجيكية الله يبارك كاملين عندهم 30 شهر الله يبارك الله يبارك
36 شهر هي هذا 36 شهر هذا كان السلالة البلجيكية الأبيض الأزرق البلجيكي الله يبارك مواصل ولا تصار يبارك خير مولانا بارك الله يبارك طيبه خير الله هادو دايرين لنا نفس الاوزان ياك نفس الاوزان ياك ها خير الله واش هادو مشاركين بهم لا ما يشاركوش بهم هادو كاملين مشاركين بهم خيرات مولانا لا لا لا